كهدف المنتخب الكويتي في التصفيات المزدوجة؟ هل هو بناء فريق ولا التأهل؟ والله شوف، الهدف واحد، هو بناء فريق والتأهل إلى المرحلة الثانية. يعني هو أيضا لا شك أن المرحلة القادمة هي جدا صعبة أن أمام منتخب أستراليا والمنتخب الأردني، ولكن الاتحاد الكويتي كرة القدم واللجنة الفنية والمدرب يعني مجتهدين بأن يستقر الفريق في الفترة القادمة وتكون تشكيلة ثابتة للمباريات القادمة، وبإذن الله راح يعني نجتهد ويجتهد اللاعبين والجهاز الإداري والفني لتحقيق نتيجة مرضية للجماهير الرياضية الكويتية بإذن الله. يعني ممكن مزيج من الشباب والخبرة ولا شباب ولا خبرة؟ أنا قلت وما زلت ما في خط أحمر، وتحدى من يقول أن هناك خط أحمر على أي لاعب كان، سواء من لاعبين الشباب أو اللاعبين كبار السن. احنا نبحث عن نتيجة، والنتيجة هي تسعد الجماهير الرياضة الكويتية عن طريق للاتحاد، عن طريق الأندية. في الأندية بعضها تقول ما استلم مكافآت وزارة الإعلام النقل التلفزيوني. جميع الأندية استلمت مكافآتها بما يخص النقل التلفزيوني، وأخص بالذكر أن هذه المكافآت اللي تم تقديمها تتراوح في أندية حصلت على أكثر من 20,000، في أندية أقل وأقل وأزيد، وهذا كله متفاوت على حسب عدد مباريات اللي تم نقلها. بالإضافة هناك أندية عليها عقوبات وغرامات من لجنة الانضباط تفوق 20,000 و30,000 دينار، فتم خصم هذه المبالغ منهم. في أندية من الدوري الدرجة الأولى لم يتم لها نقل مباريات، فلا ما في لها حق نقل مباريات، يمكن ناديين أو ثلاث، ولكن في 11 نادي تم إرسال حقوق النقل التلفزيوني، وفي بعضهم لن نستلم مبالغهم، ولكن يعني عطيناهم من ميزانية الاتحاد إلى ما أن نحصل على هذه المبالغ من وزارة الاتحاد. بس للتأكيد أن هذه المبالغ للعام الماضي إن شاء الله حتى هذا التاريخ لم نستلم أي مبلغ بما يخص هذا الموسم، بما دوري كأس سمو الأمير وسمو ولي العهد ودوري التصنيف ودوري الممتاز. دوري الدرجة الأولى الكل يعرف أنه ما في نقل للمباريات التلفزيونية. من بطل الدوري؟ والله العظيم يعني لليوم المنافسة جدا 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 محتدة ما بين نادي العربي ونادي القادسية، ونتمنى أن تستمر هذه المنافسة بين البطلين نادي العربي الرياضي ونادي القادسية. يمكن نادي الكويت يلاحقهم، ولكن الأقرب هو نادي العربي طبعا ونادي القادسية. ممكن مزيج من الشباب والخبرة ولا شباب ولا خبرة؟ أنا قلت وما زلت ما في خط أحمر، وتحدى من يقول أن هناك خط أحمر على أي لاعب كان، سواء من لاعبين الشباب أو اللاعبين كبار السن. احنا نبحث عن نتيجة، والنتيجة هي تسعد الجماهير الرياضة الكويتية.